الحقيقة سؤال جميل طرحه أستاذ عادل، لماذا لم تكرر نزيه الدليمي وزها حديد ونزك الملائكة؟ جميل جدا من ذلك الجيل، وهذا سؤال إلى الجيل الجديد. هؤلاء الجيل الجديد لماذا لم ينتج مثل هؤلاء؟ سؤال يحتاج إلى توقف. وللجواب على سؤالك اللي انطلقت من دوله، هو سؤال عميق جدا وأشكرك عليه، ألا وهو كيف تتعامل، وهنا السؤال، هل تتعامل بمعنى التحرر وإعطاء الحرية والديمقراطية وبذلك الحرية والديمقراطية في العراق؟ هو العنف، عدم تمكين المرأة، هو أن المرأة لا تستطيع أن تقود نفسها والمجتمع الذكوري وإلى غيرها، وعدم تكرار مثل تلك النموذج اللي هي زوا حديد أو نزيه الدليمي، تلك الوزيرة أو أول وزيرة في العراق. هذا يحتاج إلى إعادة تركيب مرة أخرى إلى مفاهيمنا، إلى شيء اسمه، أنا أرجع وأقول المرأة هي الأول والأخير مسؤول عن نفسها، هي التي لم تعطي لنفسها دفعة لا معنوية ولا مادية، هذه أولا. ثانيا، أن عملية التعليم الآن للأسف الشديد أتت عليها شيء جديد. لما تسأل أي شخص تقول له أنت ليش تتعلم بالعراق، يقول لك شيء واحد، لأجل أن أتوظف فقط. هل التعليم وجد لأجل التوظيف أم لأجل أن تزيد أو تكتشف نفسك وتكتشف أنت من أي ذكاء عندك، منطقي، لغوي، أنت ذكاء رياضي، أنت ذكاء واحدة من هذه، ذكاء حركي؟ هل وجد التعليم لأجل هذه فقط؟ هذه مشكلة كبيرة، لأنه التعليم وهذا قادتها للأسف النظام السياسي الحديث وعملية التعيينات التي أثقلت الدولة، وكلها بسبب الانتخابات، كلها تدور حول الانتخابات، هي التي أثقلت وأبعدت المرأة بعيدا عن فكرة التعليم. طبعا هناك فرق بين التعليم والتعلم. نعم، وضعته في قالب التعليم، وإياك أن تصل إلى التعلم، لأن التعلم ذاتي بينما التعليم قصري. نحن لا نريد قصرا. شوف، هذه مشكلة لما يصبح التعليم قصريا. نحن لا نريد ذلك، نريد تعلما. نعم. أي ذاتيا. وهنا الإشكال مرة أخرى سوف نعود. هل البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة؟ المرأة لا تقبل التحرر في العراق، بل المرأة السياسية مثل ما تفضل يمكن أستاذ عادل وصف البرلمانيات. من من البرلمانيات معروفة؟ من من البرلمانيات التي تستطيع أنه تقود مجتمع؟ من منها استطاعت أن تكون وزيرة ناجحة أو أنموذجا؟ إذا وضعنا ثلاثة أنموذج، نازك الملائكة، نزيه الدليمي، وزها حديد، أعطيني أنموذجا جديدا، دعوة. نعم. للطبيبات، للمهندسات، للأستاذات، مع احترامي الجليل لهم، ولكن للأسف الشديد العشرة الأوائل دائما أستاذ محمد تعرف على العراق دائما في السوادس. نعم. للأسف الشديد أغلبهم بنات. تمام. أغلبهم بنات. لكنهم ماذا؟ يذهبون مع الكم الرجال. نعم. طيب ليش ما يكملون المشوار ويبقون بالنوع؟ نعم. هذه كلها خلطة تحتاج إلى مرة أخرى إعادة وإعطاء دافعية لتلك المرأة. نعم. أنا أتمنى المرأة تنهض هي من نفسها، هي تحرر عقلها وجسدها وتنطلق وتصبح أنموذجا لها، زها حديد أو نزيه الدليمي أو نازك الملائكة أو أي شخصية أخرى.